جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن حديث الصلاة والصيام والدعاء في ليلة النصف من شعبان. لم يثبت في ليلة النصف من شعبان شيء تخص به لا من صلاة ولا من صيام يوم النصف من شعبان ولا دعاء، وإنما هي كغيرها من سائر الليالي لا تخص بشيء. من خصها بعبادة أو خص يومها يوم 15 من شعبان بعبادة فإنه يعتبر مبتدعا في ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في ميزة هذه الليلة أو هذا اليوم.